اكيد كلنا النهارده شفنا مشهد سفر بعثة النادي الاهلي، المشهد اللي بنشوف فيه النادي الاهلي ازاي بيخرج بشكل لائق، ازاي انت حريص على كل تفاصيل الصورة اللي انت بتصدرها من زي لفكرة كمان وجود اللاعبين، وجود كابتن محمود الخطيب مع البعثة. اكيد كلنا كنا شايفين اللقطات اللي كان متواجد فيها كابتن محمود الخطيب، كانت لقطات مهمة جدا. البعثة خرجت بشكل جيد، البعثة خرجت بشكل لائق. نتمنى ان شاء الله ان دي تكون بداية لرحلة موفقة، نرجع في اجواء تكون جيدة، نكون سعداء فيها. ده معاكم على الشاشة اكيد يا اسامة، اهو سفر البعثة ومشاهد حصرية لقناة الاهلي. اكيد انا مهم جدا بالنسبة لي، يعني طبعا اكيد الشكل والستايل اللي بيطلع بيه اللاعبين للبطولات دي بيوضح صوره مشرفه عن النادي، لكن بالنسبه لنا لازم اللعيبه تكون مركزه ان انت ما زلت رايح دور تمهيدي، رايح بتلعب اوكلاند سيتي، تفكر في مباراه اوكلاند سيتي. من بعد مباراه اوكلاند سيتي اذا ربنا كتب لينا النصر ان شاء الله والفوز، هتبقى دخلت بالفعل في اجواء كاس العالم، لان النقطه دي نقطه مهمه جدا، مش بس على سبيل النتائج وعلى سبيل تصدير صوره ايجابيه عن النادي الاهلي، لا ده كمان على نطاق المفاوضات. وانت بتجري مفاوضات مع لاعبين وبتقول ان انت نادي عندك اكتر فرص في افريقيا للمشاركه في مونديال الانديه، الاجواء اللي بيشوفها اللاعبين في مونديال الانديه تشبه الى حد بعيد جدا الاجواء اللي انت ممكن تشوفها في المونديال، ولكن بشكل مصغر بتروح، وخاصه لما كانت البطوله بتلعب في اليابان تحديدا، حتى لما بقت تتلعب في الامارات، فانت بتروح كلاعب في تقدير في لجنه منظمه من الفيفا، في لعيبه وانديه من اعلى مستوى، عندك ريال مدريد احيانا، عندك بيدخل تشيلسي احيانا، ليفربول احيانا، السنه دي في ريال مدريد، وبالتالي كل ده ممكن تستخدمه في اسلحتك في التفاوض مع لاعبين كنادي اهلي. انت النهارده بتشارك للمره الثالثه على التوالي، فلما تيجي تتفاوض مع لاعب وتقول انا عندي احتماليه ان انا احقق بطوله افريقيا وان انا العب كاس السوبر والعب كاس العالم للانديه، ده بيسهل كتير جدا وبيخليك بيمنحك أفضلية عند اللاعب، خاصة في ظل الصراعات. ويمكن شفنا يناير كان مشتعل، يمكن صفقتين من الصفقات من أربعة اللي تعاقد معاهم النادي الأهلي كان في أندية يعني أعلنت بوضوح رغبتها في انتقال لاعبين، بل كمان أعلنوا إن هم وصلوا اتفاق مع اللاعبين قبل النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي دخل المفاوضات أنهى الأمر ليه؟ اسم النادي الأهلي، شعبية النادي الأهلي اللي حضراتكم بتشوفوه على الشاشة، بالتأكيد دي أجواء يتمنى أي لاعب مصري أو حتى أفريقي إن هو يعيش فيها، بيمثل أفريقيا في كأس العالم للأندية. لكن بأكد لازم يكون في تركيز، تركيز في مباراة أوكلاند سيتي عشان ندخل بالفعل في الأجواء. طبعا محمود متولي حمد لله على السلامة كان تم يعني حرمانه من اللعب في مباراه نادي الزمالك، واللاعبين اتقدموا بشكل جيد جدا يا فارس، كان في لاعبي الوسط كلهم متصورين مع بعض، لاعبي خط الدفاع صوروا مع بعض، او السنتر باكس كانوا متصورين بعض، بس ما شفتش احمد نبيل كوكا ليه كان داخل مع ياسر ابراهيم والناس ورامي ربيعه فين معلول في الصوره الجماعيه، وكان ده حقيقي، لكن كان متواجد في المطار، كان تواجد بعد كده الناس اطمنت عليه. طبعا الصور دي يا جماعه مهمه جدا، لان احنا دايما بنوثق الاحداث دي، واعتقد ده جزء من اللي اسامه بيكلمكم فيه، وهي الصوره المعنويه. انا يعني شايف ان ده من اهم الاشياء، عشان كده بقول لكم الصوره المشهد انت بتوصل رسائل عامله ازاي. الصوره المعنويه مهمه جدا، لان المشهد ده انت بتتفوق فيه، في تفوق بيحصل في الملعب ان انت تفوز على منافسك التقليدي، ان انت تاخد بطولات، وفي تفوق نفسي. جزء من التفوق نفسي هو اللي انتوا شايفينه على الشاشه، ده جزء انت بتوصل لكل لاعبي الفرق المحليه الموجودين في مصر، وادي علولو طبعا ده مهم جدا عشان الناس كانت كلها بتسال عليه، مهم جدا ان انت توصل التفوق النفسي ده. حط نفسك مكان اي لاعب موجود في اي نادي مصري وهو بيشوف الصوره دي، وافريقي والله يا فندم، وافريقي طبعا انا معاك، بيحس بايه؟ هيشوف ايه؟ حتى مش افريقي بس، انت قلت في التعاقدات برونو سافيو يا اسامه قال اللي انت قلته، قال كاس العالم للانديه، ورئيس النادي البوليفي وقتها اتكلم في النقطه دي، فده طبعا جزء مهم جدا من السيطره النفسيه والتفوق المعنوي. كمان في صوره لفتت انتباهي جدا، معرفش اذا كنا نقدر نعرضها دلوقتي، كابتن محمود الخطيب طبعا قدامنا اهو، وكتير جدا من عناصر بعثة النادي الاهلي، كابتن محسن صالح، وكتير جدا من النادي الاهلي طبعا الاستاذ حنان الزيني اكيد. فكان لقطه كابتن محمود الخطيب وكهربا، كانت لقطه بالنسبه لي مهمه جدا،
لان هي رساله يا جماعه، كهربا تعرض لاساءات وتعرض لتطاول، والنادي الاهلي تعرض لفكره ان كهربا تم انهاء مسيرته، كهربا مش هيلعب تاني، كهربا هيدفع ثمن ده. اعتقد كابتن محمود الخطيب وهو داخل الطياره كان حريص كده على مداعبه كهربا، لان دي كانت رساله. يعني ربما كهربا البعض اللي كان يعتقد ان هو انهى مسيرته، كهربا هو اللي انهى مباراه على حسابه، وكهربا هو اللي بيسافر دلوقتي في كاس العالم للانديه في بطوله كبيره جدا، ربما البعض اللي بيسخر منه يحلم ان هو يلعب فيها. ادي اللقطه بتاعه كهربا، لقطه مهمه جدا، لقطه جميله، اعتقد كانت حديث ناس كتير جدا يا اسامه النهارده، لان كهربا يحتاج الدعم المعنوي ده كمان غير باقي اللاعبين اللي اكيد كل اللاعبين بيدعموا الكابتن محمود الخطيب. بص هو اكيد، لكن انا شايف المشهد بس عشان ننقله بصوره سليمه، هو تعامل مع كهربا زي ما تعامل مع ايمن اشرف، مع رامي ربيعه، مع محمد شريف، يعني ما كانش فيه تعامل مميز، لا معاملة نفس اللاعبين، وده الطبيعي جدا من رئيس النادي ان هو يتعامل مع اللاعبين فريق واحد، حتى كل حركة عملها مع لاعب بتتكرر مع نفس اللاعب. انا هنا عايز اقف بقى عند بيرسي تاو تحديدا، بما اننا اتكلمنا عن التعاقد والصفقات. بيرسي تاو كان سيء الحظ جدا في المشاركة في مونديال الاندية الماضي، لما اصيب في مباراه سموحه في كاس الرابطه. بيرسي تاو كان احد اهم اهدافه وهو بيتعاقد مع النادي الاهلي عشان يترك الدوري الاوروبي، سواء لما كان معار من برايتون لفريق بلجيكا، وانه يجي يلعب في افريقيا مره اخرى، كان محطوط نقطه ان هو ان عندنا مشاركه في كاس العالم. الحقيقه لم يوفق في المشاركه في كاس العالم بسبب الاصابه، ثم لم نوفق كنادي اهلي في الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراه النهائيه، برغم المشوار الكبير اللي كان عامله بيرسي تاو في البطوله. يمكن دور نصف النهائي كان مساهم في 6 اهداف امام وفاق سطيف، ولكن لم يوفق في الوصول لكاس العالم. حتى دي كان مصاب ولسه راجع المباراه الماضيه، بدا ياخد بعض الاوقات، وده شيء ايجابي جدا. انا بالنسبه لي كنت حزين جدا لما انيس بوجلبان كان بيتعشم وهو كابتن فريق الصفاقسي التونسي ان هو يلعب كأس العالم للأندية، ولكن النادي الأهلي قدر يفوز في الوقت بدل الضيع بهدف تريكا الشهير. جاء أنيس بوجلبان معانا، فقدنا البطولة أمام النجم الساحلي، ولما خدنا البطولة في 2008 وخلاص أنيس بوجلبان هيحقق حلمه بالمشاركة، مانو جوزيه استبعده من قائمة كأس العالم. كويس جدا إن مارسيل كولر خد كل اللاعبين تحسبا لأي إصابات، وكمان استبعد فقط اللاعبين اللي مش هيقدروا يشاركوا بأي شكل من الأشكال. كل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، كل التوفيق إننا نتخطى الدور التمهيدي عشان نشارك بشكل إيجابي جدا.